بيعرفش يحطها، بلاحظه بيحكي بكلام مش منطق، بلاحظه فلوسه بتركها بمكان ما بحسن، بلاحظه بعطي كذا برد بعطي، بلاحظه برد بيسألني وبهلكني بالسؤال، سؤال ورا سؤال، وين انت، وين رحتي، وين رحتي، وين جيتي، وايه شو هالحق، بدي انزل اليوم ايش، اليوم ايش، الجمعه كمان شوي، اليوم ايش، اليوم ايش، بهلكها للمرأة، بهلك هذا، بهلكها بعد شوي، بهلك الاهل حواليهم. إيه اليوم ايش، شو حكيت لي اليوم ايش، فهي بتكون بتضل هاي بداية. الاثنين مثلا كان يعرف ينزل بسيارته بكذا، بعرف ايش مفتاحه وين حطيتها، الشغلات البسيطة ممكن ينسى، اتوقع بينسى كيف يسوق، بيعرف السيارة طبعا بينسى بعدين كيف يشغلها، كل ما هذا طبعا مع انه شغلات هاي بدائية بس ممكن والله يكون فيها خطورة على طبعا في خطورة المريض. عليه وعلى مين، على غيره، لانه حتى الكونسبت والكونسنتري يعني التركيز والهاي بصير ضعيف ضعيف، يعني بالمسافات، بالرؤية، بالسمع، كلها هاي مجتمعة تكون، هي كلها تكون. هل وارد، هل وارد انه يصير نوع من انواع الهلوسات؟ هلا الهلوسات اثناء الهلوسات بتصير الامراض، بس هون المشكله بدون هلوسات بتصير. هلا في بعض الامراض، لانه احنا بدنا نشوف اذا عنده مرض مثلا، بتعرف في امراض كثير بتساعد في الامور هاي طبعا. عندك الامراض عندك الغده، عندك السكري، عندك اصابات الدماغ، ممكن امراض نفسيه كمان، امراض نفسيه مثلا تعدد الشخصيه او انفصام والاكتئاب، عندك زي ما حكيت لك جلطات الدماغيه، عندك امراض زي الباركنسون. ممكن تكون هاي الشغله داله مبكره على جلطه دماغيه غير محسوس فيها؟ لا احنا كاطباء يعني، شوف اطباء الاعصاب احنا بنستطيع الجلطه الدماغيه تاتي، هي هو تاتي في امور بالجهاز العصبي نستطيع نعرفها، في علامات في الجهاز العصبي بتدل عليها اسرع من الذاكرة. أسرع من الذاكرة لما بتبلش تنزل، بتنزل شوي شوي slow شوي شوي شوي. فإحنا لما يجينا بالذاكرة حنعمل الفحوصات لها، بس عادة في الجلطة بيجي بقول لك الكلام، تأثر الكلام، النطق، الحركة، إشي واضح، إشي واضح هناك، النطق، التوازن صار يمشي كذا، فبنعمل له بعض الفحوصات نستطيع نعرف إنه إذا جلطة ونعالج الجلطة. هلا بس إذا خرف، إذا خرف الخرف اختلاف، هلا في اختلاف في نفس الدماغ. الدماغ هون الدماغ بيكون طبيعي عادي، ما في اي شيء عن شو بصير أي شيء. بالدماغ هلا بصير، هلا في بعض مثلا اذا نطينا على مرض الالزهايمر مثلا، بتلاقي في نوع من بتطلع مواد معينه اسمها في البليك، هي صفائح بروتين وصفائح لها اسم ثاني ناردرز، هاي اللي هي اللغه الكلاميه بين الخلايا نفسها، هاي بتطلع. ليه بتطلع؟ ما حدا بيعرف. بتطلع بعض المرضى، بتطلع في الناس، الناس ما بتطلع. هلا ليه طلعت هاي الحكي؟ في ابحاث عليها بس ليش ما بنعرفش. هلا الابحاث بدنا نشوف اذا بنستطيع، في الابحاث اللي عماله تجرى، هي اكثر ابحاث عماله بتصير في امريكا في الامور هاي، انه يستطيعوا يوقفوا هاي، لان هون الخراب في هاي المشكله، فبتلاقي بيصير شرنك في الدماغ، ضمور، ضمور، ايوه ضمور في الدماغ. هاي هي، فهاي بتاثر زي ما حكيت لك على الذاكره، هذا وحده الذاكره وحده، بس ثاني الاعمال، القدره على النطق، الأعمال واضحة، واضحة. هذا مثلا أنت قلم في إيدك، إيش هو هذا؟ بكون عارفه بس بحكيهوش، مش قادر. نقدر نقول إنه في تدني في نسبة الذكاء، طبعا مش يعني تدني حاد، بتلاقي في نسبة الذكاء، في نسبة الذكاء في الآي كيو. الآي كيو طبعا، الآي كيو هو الذكاء بشكل عام، في ذاكرة وفي آي كيو. الآي كيو هو بتشكل من كذا عامل، مش الذاكرة لحالها، الميموري اللي هي الذاكرة، في الجنرال نوليدج المعلومات العامة بتخف، انه يلقط شغلة بسرعة بتخف، مع انه القديم يبقى شبه القديم صلب. هلا القديم بضل زي ما هو، هي ذاكرة القديم بتضل، هي تقريبا بتضل زي ما هي تقريبا تقريبا، هي بتخف تانيها، مع انه بيجي بقول لك لا والله طبيعي، هي بالفعل بتكون بشكل عام ما بلاحظوها، هن بلاحظوا على وين، على الجديدة، هون الخراب، هون بصير الخراب، بيجي بركضوا شو أكلت اليوم طبعا، شو أكلت، مش عارف أربط زي ما حكيت لك الذاكرة بضل عيد، وين مفتاحي، وين مفتاحي، وين المفتاح، وين جزداني، وين جزداني، جيب لي البيجامة، البيجامة كون جابها، أو وين النظارة، توصل لدرجات إنه مش وين نظارة لا لابسها، ممكن ينسى كيف يلبس البيجامة، ممكن ينسى زي يعني هيك أعمال بسيطة طبعا جدا. هاي أعمال بسيطة جدا، قلت لك ربط الحذاء، الكندرة، الكرافتة، القميص، كل الأمور هاي، وأول من يلاحظ يستعمل التلفزيون، افتح لي التلفزيون، بصير ومرات بصير يعمل إشي نوع
من بنسميه احنا كونفابيوليشن. يعني ايش كونفابيوليشن؟ ما بده يبين حاله انه هذا فبدك لم يعني بحس حاله انه متاثر متاثر فهذا بصير تساله. اذا بتساله في شغله مثلا شو اسم كذا، ما هو معروف شو اسم كذا، يعني شو اسم يعني ممكن غير الموضوع، بدي غير الموضوع، او ما انت عارف شو اسمه. اذا انت ضليتك على اساس انك تنط على موضوع تاني، فانت اذا ضليتك وراه هلكته، انت تسال هيجاوبك غلط. لاحظ انت ممكن يعصب، او ممكن طبعا بهلك انه بيعصب تاني، فهو بيعصب، فبيضطروا الاهل مساكين انه ايش يتركوه هو عاد، مع انه نوع من ايش الهروب. الهروب من المنطقة هاي لمنطقة أخرى، فبتلاقي هذا هو. وبالنساء احنا كثير عم بنركز على انه الصورة هلأ اللي عم نعطيها أكثر بمحور إذا كان رجل، إذا كانت امرأة هل أول من يلاحظ هو الزوج؟ شوف النساء اللي بلاحظوا عليها بناتها أكثر، لأنه الرجال ما بلاحظوا، مش سريعين. صح، هذا النساء البناتها بلاحظوا بلاحظة، انه الرجل بتلاقي ملتهي بشغلات تانية. انا كتير مبسوط انه عم بسألك اسئلة من واقع، انا لا معروف احنا قاعدين نشوف مرضاك يعني هو هو فكتير هاي الامور الخرف وما الخرف. طبعا الوراثة بتلعب دور، بتلاقي اللي عنده وراثة 4% ازيد من يعني بكل اربعة كل واحد بطلع، بس النساء تاني بالامراض هاي اكثر من الرجال، يعني احتمالية حدوثها في النساء اكثر، البريفيلنس أعلى. اعلى. هل ممكن انه يتم الخرف بشكل مبكر دكتور؟ طبعا هلا احنا في عندنا يعني نوعين من الخرف، في شيء اسمه سينايل شيخوخة وبري ما قبل بري سينايل شيخوخة. القبل بيجي شو الحوادث العمرية اذا ممكن ممكن في الاربعينات تيجي ما دخل حوادث السيارات بس لانه ارتجاج في الدماغ. ارتجاج في الدماغ يعقبه شيء اسمه عصاب ما بعد ارتجاج الدماغ، هيك بنسميه في العربي احنا كنا من ايام النيوروسيس عصاب. هلا عصاب بتلاقي الذاكره اضطراب ميموري ديستربنسز، مود ديستربنسز اللي هي المود يعني تقلب المزاج المزاجيه، فينتنج اتاكس ممكن يغمى عليه، اغمائيات، عصبية خلينا نسميها يحمل السلم بالعرض في العامية بتقول له صباح الخير ما بتحملك. كل هاي ممكن يصير اجريسيف او يصير اجريسيف البيهيفير تبعه كل هاي ممكن يصير اجريسيف او يصير اجريسيف البيهيفير تبعه يتغير. طبعا هذا الحكي له علاقة لما من ضربه هذا من نوع من انواع الخرف المبكر، هذا بريسينايل الذاكرة قلت لك لانه حوادث السيارات والامراض امراض الدماغ بين عندك صابوا انسيفالايتس من انجايت شو بسموها الدماغ او غشاء الدماغ او غشاء الدماغ او الاورام، هاي بتاثر طبعا هاي اذا صابته هاي بتاثر على الدماغ فبتعمل الخرف، الضربه على الراس، سقوط على الراس، كل شيء له علاقه وين في الدماغ من حوادث السيارات الى حوادث الى مواد، في مواد معينه ما ننسى زي عندك المخدرات بتاثر على الدماغ، الكحول اذا طبعا هاي كلها بتاثر على الدماغ. الكحول بتساعد على انه الواحد يتدهور ذاكرته بشكل واضح، اكيد شيء معروف. الكحول سيدي هلا في هي عندنا كذا سيندروم احنا كنا عارفين من زمان انه الكحول بتعمل نوع من النزيف في الدماغ، في كان نزيف طبعا لما اكلم هناك نزيف مش انه بيميع الدم الالكول، لا هي في شيء اسمه في سيندروم اسمه واحد كورساكوف واحد اسمه فيرنيك سيندروم. هذا واحد الماني واحد روسي اللي اكتشفوه على الفودكا وعلى السبيريت. الكحول بيعمل في الميموري في ديستربنسز في الميموري ديفينيت، هذا إشي أكيد معروف أكيد هذا ما فيها طبعا. هلا بدك تيجي تقول لي هلا الدخان ما بستطيع، مادة النيكوتين أنت عمالك تأخذ مادة معينة طبعا بدها تخرب في الدماغ والصدر وما إلى ذلك. هلا إحنا بس كل المواد هاي كل السموم بشكل عام أنت عمالك تأخذ سموم معينة. هلا ممكن واحد يناقشني قليل ومش قليل كذا وهذا إشي تاني ما بستطيع أنا أجاوبه، بس أنا كطبيب بقول لك كل هاي المواد هاي كلها سموم إلها أثار 100% وضوح إلها أثر. هلا كم تأثير ممكن تيجي تقول لي يا أخي فلان ما هي ما عملش ما إلي علاقة، بس بشكل عام كطب استاتستيك أنت لما تأخذ كاستاتستيك يعني لما تدرس evidence based medicine لما على أبحاث، أما ما تأخذ لي واحد فلان والله واحد فلان هي يا سيدي زي ما تلاقي هي ما صار عمره فيه كذا وكذا وما صار فيه فلان صار عنده حادث سيارة يا أخي تدهورت سيارته 500 دهور وما شاء الله ما دخلها هذا ما نأخذها هيك مش هذا الطبيعي الطبيعي في نسبة معينة اللي بيصير عنده هيك اللي بسرع مثلا كثير انا بحكي لمرضاي
مين بيصير معه حادث اكثر، اللي بيسرع ولا اللي بيسرع معروف. اما البطيء ممكن تاني يصير عنده، مش تيجي تقول لي والله هذاك ولو بطيء انه ممكن يعمل حادث، بس مين الاكثر؟ فيش قاعده كامله، فيش يعني بيكون قاعده شواذ يعني، بس معروف الريسك، الريسك بكون وين اكثر. فاللي اللي بيشرب كحول 100% الخراب عنده في الدماغ حيكون اكثر من اللي ما بيشرب. هذا ما فيها كلام، هذا منطق بسيط، هذا منطق اي بي سي يعني، ما بدي علم يعني، ما بدي علم هاي. طيب هلا اذا يعني خلينا السؤال كمان هيك يعني من باب الفضول يعني، يمكن هل هو يعني لا مفر من تدهور القدرة العقلية مع الكبر؟ ما عم بقول خرف، بس يعني لما الواحد يكبر لازم تقل الكفاءة العقلية. إشي طبيعي سيدي، إشي طبيعي زي أي عضو آخر، إشي طبيعي. بتلاقي يعني أنت يعني زي ما حكيت برجع بعيد نفس الكلمة، في ناس بتقول لك لا والله أنا أبوي صحيح بضل ممتاز ولا سيدي على 90 بيذكر كل إشي وبالتفصيل، قلت لك على راسي وعيني بذكر كل شيء بالنسبة للريموت للقديمة مليون في المليون، هاي ما بخالفك فيها. نيجي للريسنت، في الريسنت حتلاحظ انه لابد الا في هلا كل انسان ذاكر الحركة يا سيدي، تباطؤ بالنطق، خفة بالسمع، بس النظر السمع الحركة حركته ما بتلاقي هلا مشيته يعني انت احنا هاي بنشوفها مظبوط، اللي بمشي اللي عمره 80 كيف مشيته بصير زي الرجل الآلي، زي العمر شيء، إذا في درج بيطلع بتلاقي أنت درجة درجة بتلاقي طالع، هذا بصير بمسك في شو بسموه في إيش معناته هذا، فهمني. فأنت عمالك تشوف هاي التغييرات، هاي عمالها تشوف هون ما فيها تغييرات، طبعاً في تغييرات، أما ممكن التغييرات تكون هناك مخبية أكثر، لأنه بتلاحظ يعني بقرأ الجريدة لا يزال يقرأ الجريدة، صحيح صار يستعمل النظارات. أول ما كانش يستعمل بيجيبوا لك نظارات قريبة أو نظارات بعيدة، نطقه صار أخف، حفظه أخف يعني، بس إشي معقول، إشي معقول، لاحظ سمعه أخف، هذا معروف يعني إشي طبيعي. فلذلك الطب ساعد إنه كل ماكينة كل آلة تحاول إيش تسارع فيها تساعدها بالضبط. بالنسبة للذاكرة في عندنا بعض مثلا مرات لما يكون في نقص في الفيتامين بتلاقي بنحسن أكله بيعطاه فيتامين ما فيتامين، عنده مرض بنيجي للأمراض، لأنه كيف هالمية بتنزل من السقف على هالطاولة الشغلة، مش مثلا بدك تطلع تسأل والله عنده هذا في جلطة في الدماغ، بدنا نحاول نعطيه للجلطة، عنده ضغط من نعالج الضغط، عنده سكري، عنده كوليسترول، عنده كل هاي اللي بتأثر، عنده في مرض للباركنسون، مش نيجي ما هو ما فيش إله علاج، لا بتعطيه علاج بتخففه. فاذا بدنا نقول انواع دكتور بتخففها كل في في انواع طبعًا من الخرف طبعًا. هلا بطلنا نحكي احنا بتباطؤ القدره العقليه، خلينا نقول بالخرف، في عندنا انواع منها الفاسكولار، البيكس ديزيز، الباركنسونز ديزيز، الهانتنجتون ديزيز، كلها لان الشرايين سيدي الشرايين. اذا بنقدر نحكي عن كم من واحد فيهم هيك عموما يعني يتعرفوا عليهم الناس من انتقائك انت، صعب ناخذ كل واحد لحاله بده حلقه. هاي الأمراض اللي بتساعد قلت لك أمراض الباركنسون اللي هي الباركنسون إذا اللي هي بسموه في العربي الرعاش، مرض الرعاش، هذا الرعاش بتلاقي المريض حركة كيف هاي بتصيب بصاحبه خرف بصاحبه أكثر من غيره أكثر من غيره اللي هو بصيب اللي بتعرضوا لكدمات على الرأس خاصة بعين البوكس البوكس بتلاقي كيف عندك كلاي محمد علي كلاي اللي بيلعبوا البوكس هدول من كتب بتلاقي بصير عنده ايش الرعاش. احنا بنلاحظ على طبعا هذا بصير غير الرعاش. اتوقع كمان ياسر عرفات عانى من الباركنسونز ولا كان لا؟ في كان في كلام هل هو باركنسون او بعد ما تعرض لضربه شو بسموها سقوط الطائره اعتقد بالصحراء الليبيه هلا الان هو بصير جسمانيا وبصير يؤدي الى الحركه هاي الرعاش طبعا لها ادويه فتؤدي على الدماغ لانه بصير في ضربه في بصير تاثير على الدماغ بصير في تاثير اللي حكيت لك عنه اللي هو الارتجاج الدماغي